My students, we almost finished unit 1. Almost يعني لسه شوية. We still have two lessons. The two lessons are related together. We will take one today and we will finish the next one إن شاء الله المرة الجاية. طيب, what we are going to take today? The meaning of division. هنتعلم meaning of division يعني إيه division. في الدرس الأولاني اللي هو meaning of multiplication قلنا إن المultiplication يعني repeated addition. النهاردة بما إن الديفيجن عكس الملتبلاي, خد بالك ديفيجن عكس الملتبلاي, يبقى اللي كنا بنعمله في الملتبليكيشن هنعمل عكسه في الديفيجن. إيه ده يا مستر؟ يعني زي ما كان في 3 strategies في الملتبلاي هيبقى برضو في 3 strategies في الديفايد؟ exactly بالظبط كده, بس بالمقلوب. يعني إيه؟ خليك فاكر في الديفايد عشان نقدر نجيبها ال 3 strategies بتوعنا ان احنا هنعمل repeated subtractions او ان احنا نعمل dividing into groups نقسمهم لجروبز او ان احنا على طول نجيبها من multiply لان هم عكس بعض. عشان نفهم اكتر let's go to see the exercises and come back again. Welcome my students. Welcome to lesson number 4 in unit 1. Today we are going to talk about the meaning of division operation. طيب, we took before what the meaning of operations. احنا اخدنا ان احنا عندنا ايه هي الoperations وقلنا we have 4 operations. Adding, subtracting, multiplying and dividing. طيب, adding with subtracting we took them in the last term and we revised them this term also. And the multiply, احنا لسه عارفين المultiply وحفظنا التابلز بتاعتنا لحد table 5 وقلنا نكتبهم كل يوم. طيب, today we are going to talk about the new operation which is divide or division, both are the same. طيب, احنا قلنا قبل كده لو انت فاكر ان لو انت عندك ما كنا قلنا القصة بتاعت ان انت كنت صاحي جعان وقعدت تاكل وقلنا 2 by 2 by 2 2 plus 2 plus 2 plus 2, وقلنا ان انا عندي هنا repeated addition, طلع عندي ان repeated addition ده هو الملتبلاي, وقلنا what is repeating, بتشوف ايه اللي بيتكرر ال 2 و how many repeating 1 2 3 4 5, يبقى 2 times 5 والاثنين دول equal, وقلنا ان الملتبلاي شبه علامة البلس ولذلك في relation ما بينهم ان الملتبلاي repeated addition. بنفس الكونسبت عندنا برضو الديفايد repeated برضو, بس مش اي repeated بقى, مش repeated addition. انا لو عملت repeat للaddition هيطلع لي multiply, لكن لو عملنا repeat للsubtraction هيطلع لي الديفيجن, ودي الحاجة الجديدة اللي بنتكلم عنها. واصلا علامة الديفايد هتلاحظ ان هي شبه علامة الماينس, الماينس كده والديفايد كده, بس هنا في دوت, تو دوتس في الديفايد, الماينس ما فيهاش. طب يا مستر, يعني انت بتتكلم ان الديفايد يعرف نعرف نجيبه عن طريق السبتراكشن؟ ايوة, وكمان عايزك تعرف حاجة كمان, ان كلمة ديفايد يعني ديستريبيوت. طيب, يعني ايه ديستريبيوت؟ ديستريبيوت يعني يوزع. يبقى عندنا واحد بيوزع حاجات, اب بيوزع فلوس على اولاده, وراجل بيعمل خير بيوزع حاجات على الفقراء, اي حاجة بيتم توزيعها. راجل صاحب محل بيوزع او بيقسم او بيوزع البضائع اللي عنده في المحل على صناديق, كل ده بنستخدم فيه علامة الديفايد. طيب, تعالوا نشوف الاكزامبلز عشان نفهم اكتر الديفايد بنستخدمها ازاي. هنا بيقول لي عائشة wants to distribute, اخدنا خد بالك من كلمة distribute لسه قايل لك, عائشة wants to distribute 8 oranges, عايزة توزع 8 oranges equally in 4 plates. يعني هي عندها 8 oranges اهم, عايزة توزعهم في 4 plates. plates اللي هي الاطباق, ماشي. هنتخيل ان الاطباق اهي, تمام, عندنا 4 plates اهمت, وعيش عايزة توزعهم equally. equally يعني بالتساوي, قد بعض. يبقى equally دي كلمة مهمة تعرف ان هي متساوي, وان distribute يعني يوزع زي ما قلنا من شوية. يبقى في 8 oranges عايزين نوزعهم على ال 4 plates. طيب, تعالوا نشوف, انا عندي ال 4 plates اهمت, عايز اوزع عليهم ال oranges. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8, عندنا كده ال 8 oranges وزعناهم هم على ال 4 plates. يبقى انا عندي 1 2
three four plates in each. خد بالك من الكلمة دي بقى مهمة جدا، خدناها قبل كده في المالتبلاي وبترجع لنا تاني في الديفايد. each يعني كل واحد او كل واحدة. in each plate كل طبق بقى فيه كام؟ كل طبق انا شايف ان فيه two oranges. يبقى دلوقتي انا عندي four plates وكل واحد فيهم two oranges، يبقى انا لما هاجي اعمل 8 اللي هي الاصلي النمبر اللي انا عايز اوزعه، لما جينا نوزع ال 8 على ال 4 ويبقى نقولها كده 8 divide، دي علامة الديفايد، divide 4 يعني ال 8 نوزعها على ال 4، لما اوزع ال 8 على ال 4 each الايكوال هنا بيبقى معناها each، في الديفايد الايكوال بيبقى اسمها each، يبقى 8 divide 4 ال each بقى كل واحد ياخد كام؟ 2 زي ما احنا شفنا في الاطباق اللي فوق. طبعا دول شبه الفروجز كده، شبه الضفادع، بس مش مشكلة يعني. يبقى تاني، يبقى دي علامة الديفايد وعلامة الايكوال في مسألة الديفايد بيبقى اسمها each. يبقى ال 8 oranges الأصليين، الأورنج اللي أنا بوزعهم، لما وزعت ال 8 oranges على ال 4 plates، لما وزعتهم على ال 4 plates على الأربع أطباق، each plate كل طبق اخد ايه؟ two oranges. خد بالك انا وزعت oranges والانسر بتاعتي oranges، وانا وزعتها على ايه؟ على plates. خد بالك من التركيبة دي كويس جدا. طيب تعال نشوف exercise تاني او example تاني عشان نفهم اكتر. هنا بيقول لي May wanted to distribute، تاني كلمة distribute 15 apples، المرة دي بقى عايزة توزع 15 apples in plates، عايزة توزع في ال 15 apples على ال plates so that each plate has 5 apples. هو المرة دي عكس لي المسألة، مديني ال number of apples ومديني ان هي عايزة توزعها في plates، بس كل plate هياخد 5. طيب يبقى انا هعمل ايه؟ انا عايز اوزع ال 15 into 5 groups، يبقى انا دلوقتي عايز اوزع ال 15 على 5، نشوف فيها كام 5. طيب تعالوا نشوف 1 2 3 4 5، ادي 5 apples اهو. طيب ونعد 5 كمان 6 7 8 9 10، انا كده معايا 10. طيب 11 12 13 14 15، كده انا وزعت ال 15 apples وكل apple في 5 مع بعض في طبق، كل 5 مع بعض في طبق. فبيقول لي بقى the number of plates، يا ترى عندنا كام طبق؟ طب ادينا شايفين، ادي احنا وزعنا هما ال 15 عملناهم 5s 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5، وزعناهم 5s. قدامنا بقى كم في بليت؟ قدامك في كم بليت؟ ادي 1 2 3. يبقى لما هنوزع ال 15 apples نعمل لهم ديفايد على ال 5 apples in each group يطلع لي 3 plates. خد بالك احنا وزعنا apples وفي كل جروب حطينا 5 apples، فاحتاجنا 3 plates عشان تطلع. يا مستر برضو احنا لسه متلخبطين مش فاهمين الديفايد، استنى شوية لما نوصل بس لبقية الدرس في علاقتها بالمالتيبليكيشن وهتلاقي الموضوع سهل جدا. انت مدام حافظ التابلز كويس جدا هتلاقي الديفايد بالنسبة لك حاجة سهلة سهلة جدا، بس انا دلوقتي بنشرح الديفايد جت منين، وبعد كده هقول لك شورت كات، طريقة بسيطة الشورت كات دي تخليك تحل الديفايد في ثواني. ماشي، تعالوا بس نكمل المينينج بتاع الديفايد. عندي هنا بيقول لي سامح wanted to distribute، عايز يوزع 12 نوت بوكس and 3 pencils equally to his 3 children. خد بالك دلوقتي انا عندي 3 اطفال، 3 اولاد، ادي الولد الاولاني وادي الولد الثاني وادي الولد الثالث. خلاص الطفل الاولاني باباهم اللي اسمه سامح هيوزع عليهم حاجتين، هيوزع 12 نوتس زي ما انت شايف كده، 12 كراسة and 3 pencils. طيب تعالوا نبدأ بالبنسلز. لو انا هوزع البنسلز بتاعتهم دلوقتي، يا ترى كل واحد فيهم هياخد كام؟ تعالوا نعد، احنا عايزين نوزع خد بالك 3، فببدأ اوزع، ادي 1 2 3، يبقى دي بنسل وادي بنسل وادي بنسل 1 2 3. لما وزعنا ال 3 pencils على ال 3 boys كل واحد فيهم اخد كام بنسل؟ just one. يبقى لما جينا نوزع ال 3 pencils
على 3 boys طلع لي كل واحد 1، يبقى هنا وزعنا 3 pencils على 3 children. Each قلنا الايكوال يعني each one، كل واحد فيهم اخد ايه؟ 1 pencil. جميل. طيب تعال نتكلم على النوت بوكس. تعالوا نشوف النوت بوكس لما نيجي نوزعهم عليهم كل واحد فيهم هياخد كام. طب انا دلوقتي عندي 12 نوت بوكس، هعملهم ازاي؟ كل واحد فيهم هياخد واحدة لحد ما نوصل ل 12. يبقى دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. شفتوا الموضوع سهل ازاي؟ تعال نعملهم تاني. دلوقتي انا عايز اوزع 12، فهفضل اعد كده، هعمل كاونتنج واوزع عليهم بالتساوي لحد ما اوصل لل 12 تاني. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اهو. انا كده وزعت ال 12 عليهم. طيب each one كل واحد اخد فيهم كام؟ 4. يبقى لما وزعنا ال 12 نوت بوكس على ال 4 على ال 3 children، each one كل واحد فيهم اخد 4 نوت بوكس. يبقى خد بالك، انا لما وزعت النوت بوكس طلع لي نوت بوكس، لما وزعت بنسلز طلع لي بنسلز، واتفقنا ان الايكوال يعني each، فالموضوع بسيط جدا جدا. تعالوا نكمل. هنا بقى بيتكلم معايا في العلاقة ما بين الملتبلاي والديفايد، دي اللي انا كنت بقول لك عليهم. طيب تعالوا نشوف، انا شايف قدامي ايه؟ 3. يا ترى 3 دي ايه؟ انا شايف 3 جروبس، ادي 1 جروب 2 جروب 3 جروبس. انا شايف اهو 3 جروبس 1 2 3 3 جروبس. يبقى انا شايف ان انا عندي هنا 3 جروبس. يا ترى 3 جروبس اوف ايه؟ انا عندي اهي 3 جروبس، ثلاث مجموعات of، يا ترى من ايه؟ كل مجموعه فيها ايه؟ فيها 4 balls. يبقى انا عندي ادي 4 وادي 4 وادي 4. فاكرين لما كنا بناخد في الملتبلاي كنت بقول 4 بلس 4 بلس 4، زي ما خدنا في الملتبلاي في الدروس اللي فاتت كنا بنعمل ايه؟ بنقول ايه اللي بيتكرر؟ وات از ريبيتنج؟ ال 4. هاو ماني تايمز؟ 3 تايمز، تبقى 4 ملتبلاي 3. واحنا حافظين التيبل 4 ملتبلاي 3 بكام؟ ب 12. جميل. يبقى هو هنا لو انا عايز اكتب الشكل ده كملتبلاي هقول 4 ملتبلاي 3 ايكوالز 12. طب لو انا عايز اعمل ديفايد، لاحظ هنا ان الملتبلاي الاوبوزيت بتاعه هو الديفايد، يعني الملتبلاي عكسه ديفايد، الملتبلاي رايح الناحيه دي والديفايد راجعه كده. طيب يعني لو انا كتبت هنا الفور، طب خلوني اغير الكالر عشان يبقى واضح شويه. اوكي، يعني لو احنا مثلا جينا نغير الكالر كده ونخليه حاجه واضحه وليكن بلاك، وهنقول هنا 4 ملتبلاي تايمز 3، ال 4 تايمز 3 تدينا 12. يبقى ال 4 لما عملنا لها ملتبلاي 3 ادتنا 12. طب مش ملاحظ ان ال 12 لما نعمل لها ديفايد 3 تطلع 4؟ ايوه يا مستر. ايه يا مستر؟ انت حضرتك عايز تقول ان الملتبلاي عكس الديفايد؟ برافو عليك. يعني لما اقول لك بقى 5 times 2 equal 10، يبقى لو انا عايز ارجع وابدأ بال 10 هقول 10 divide 2 تدينا الايه؟ ال 5. طب افرض يا مستر انا مش عايز اعمل لها divide على ال 2، انا عايز اعمل لها divide على ال 5. عادي جدا، 10 divide 5 يفضل لي 2. يبقى لو انا حافظ table 2 وحافظ table 5 هعرف اطلع الانسر ببساطة، وهوريك برضو ازاي. خلينا ماشيين step by step. طيب تعالوا نكمل هنا الاكسرسايز ده. هنا بيقول لي 7 تايم 4، يا ترى احنا اخدنا في تيبل 4 7 تايم 4 بكام؟ ب 28. برافو عليكم. طيب 7 تايم 4 ب 28، حلو قوي. هنا بيقول لي بقى 8 ديفايد 4. وصلنا للي انا عايز اقول لك عليه. ديفايد 4 دي معناها تيبل 4، بنفكر في تيبل 4، يبقى ديفايد 4 معناها تيبل 4. اسأل نفسك يا ترى وات ملتبلاي 4 يدينا ال 8؟ ال 8 دي
ايه اللي هعمل له ملتبلاي في الفور عشان يدينا الايت؟ فكر كده. 1 تايم 4 ايكوال 4، 2 تايم 4 ايكوال 8، يبقى الانسر ب2. يبقى بما ان الملتبلاي عكس الديفايد، بما ان الملتبلاي عكس الديفايد، فانا بفكر دايما بالمعكوس. تاني نقول مثال تاني عشان نفهم اكتر. طيب واحدة واحدة، 3 ملتبلاي كام يديني 21؟ فكر كده في تيبل 3، 3 ملتبلاي كام تدينا 21؟ 3 ملتبلاي 1 ب 3. اقعد فكر كده لو انت مش حافظ التيبل، بس طبعا بما ان احنا حافظين وشطار فهنبقى عارفين ان 3 ملتبلاي 7 ايكوال 21. جميل. طب يا ترى 2 ملتبلاي 7 بكام؟ 2 ملتبلاي 7 ده في تيبل 2، انا شاطر وعارف ان هي 14. حلو جدا. طب انا هنا عملت ملتبلاي 7 وقلنا ان الملتبلاي عكس الديفايد، يبقى انا هنا بعمل ملتبلاي 7 هنا ديفايد 7، يبقى 21 ديفايد 7 تدينا 3، و14 ديفايد 7 تدينا 3. طب 35 ديفايد 7 اهي، 35 ديفايد 7 ما احناش عارفين بكام. يبقى في الديفايد قلنا ان الديفايد عكس الملتبلاي، وبنبدأ بالآخر، يعني الرقم اللي احنا مش عارفينه ده هنخليه في الأول، وأقول divide 7 يعني table 7. يا ترى ايه النمبر اللي لما اعمل له multiply 7 يطلع لي 35؟ يا ترى كام؟ تعالوا نشوف. 7 times 0 equals 0، 7 times 1 equals 7، 7 times 2 equals 14، 7 times 3 equals 21، 7 تايم 4 ايكوال 28، 7 تايم 5 ايكوال 35، وتبقى الانسر بتاعتنا 5. يبقى 5 تايم 7 ب 35، وكمان الديفايد بتاعنا 35. يبقى زي ما بنقول الملتبلاي عكس الديفايد. لما بيسألني على مسألة ديفايد بفكر في الجدول بتاعنا في الملتبلاي. طب تعال نشوف اكسرسايزز اكتر عشان نفهم اكتر. هنا بيقول لي find the number، هات الرقم that gives the product 21 if it multiplied by 3. يعني ايه product؟ احنا اتفقنا قبل كده ان كلمة sum هي الانسر of addition، وكلمة difference، الكلام ده خدناه في الترم اللي فات، difference هي الانسر بتاعت الماينس. كلمة product هي الانسر بتاعت الملتبلاي، ولما ناخد الديفيجن هقول لك الانسر بتاعتها اسمها ايه. يبقى السم الانسر بتاعت البلس، الديفرنس هي الانسر بتاعت الماينس، البرودكت هي الانسر بتاعت الملتبلاي. يعني بيقول لي ايه الرقم اللي لما اعمل له ملتبلاي 3 يديني 21؟ يا ترى 3 ملتبلاي كام ايكوال 21؟ دي في التابل بتاع 3، يبقى 3 باي كام ايكوال 21؟ طبعا 3 باي 7. هنا بقى بيقول لي then deduce يعني استنتج the corresponding division operation. هنا احنا اتفقنا ان الديفايد عكس الملتبلاي، يبقى هنا انا انتهيت ب 21، يبقى في الديفايد هبدأ ب 21. 21 ديفايد 7 زي ما انت شايف equal 3. طب افرض عكستها لك، قلت لك 21 ديفايد 3 خلاص equal 7. ليه يا مستر؟ لان 3 باي 7 equal 21. يبقى لما ارجع واعمل ديفايد، لو قلت 21 ديفايد 7 تطلع لي 3، لو قلت 21 ديفايد 3 يبقى الانسر 7 بكل بساطة. طيب ناخد اكسرسايز كمان. طب يلا، ها 3 تايم 4 equal 12 اهو، الملتبلاي اللي بنتكلم عليه اهو، ده الاساس بقى. من هنا نبدأ نفهم الديفايد بكل بساطة بقى. 3 ملتبلاي 4 equal 12. طيب لو قلنا بقى 12 ديفايد 3 بنرجع اكيد الفاضل عندي ال 4. طب 12 ديفايد 4 يبقى الانسر 3 بكل بساطه. ليه يا مستر؟ لان 4 تايم 3 ايكوال 12. يبقى انا في مسائل الديفايد هفكر دايما في الملتبلاي. 12 ديفايد 3 اسال نفسي 3 باي كام يدي 12؟ 3 باي 4. حلو قوي. طب 12 ديفايد 4 اسال نفسك 4 باي كام يدي 12؟ طبعا 3 بكل بساطة. طب يلا نحل دي مع بعض. 3 تايم 5 تيبل 3 او تيبل 5، الاتنين زي بعض. 3 باي 5 15،
زي ما قلنا في الأغنية 3 by 5 15 3 by 6 18. طيب 3 by 5 3 by 5 15. طب يا ترى ال 15 بقى لو حبيت اعمل لها ديفايد على ال 3 15 ديفايد 3 هتطلع لل 5. طب لو 15 ديفايد 5 يبقى طبعا تطلع لي ال 3. يبقى الديفايد سهلة جدا وبسيطة لو انت حافظ التابلز. احفظ التايم تيبل واكتبه كل يوم، هتبقى ممتاز في الملتبلاي وممتاز في الديفايد، لان الاساس هو التايم تيبل. طب نشوف ليسون كمان، قصدي اكسرسايز كمان. يلا 0 تايم 3 ايكوال 0. طب بدأ بالزيرو، بقت 0 ديفايد 3 يبقى الانسر 0. وزيرو سهلة جدا، ان اي زيرو ملتبلاي اي حاجة بزيرو، ويبقى زيرو ديفايد اي حاجة بزيرو زي ما اتفقنا قبل كده. طب يلا 1 ملتبلاي 6 equal 6. طب يلا 6 ديفايد 1، لما هعمل 6 ديفايد 1 يبقى الانسر ب 6. طب لو قلنا 6 ديفايد 6 يبقى الانسر 1. يبقى من هنا نستنتج ان زيرو ديفايد اي حاجة بزيرو، و 6 ديفايد 1 ال 1 دايما زي ما كان في الملتبلاي بيطلع النمبر، برضه في الديفايد بيطلع النمبر، ولما اعمل ديفايد للنمبر على نفسه بيطلع لي دايما 1. يبقى الموضوع ده مهم جدا وبسيط جدا. طيب اكزامبل تاني، هنا بقى جايب لي الريليشن ما بين الملتبلاي والديفايد على طول. يلا نفكر what time 3 equal 21، دي حليناها من شوية. ايه النمبر اللي عمله multiply 3 يديني 21؟ اكيد طبعا 7 زي ما قلنا من شوية، ويبقى 21 divide 3 يديني 7. ميل. طيب what time 4 equal 24، ايه الرقم اللي في table 4 اللي لما عمله multiply مع 4 يديني 24؟ طبعا انا عارف ان 4 times 5 equal 20 و 4 times 6 equal 24، يبقى الانسر هي ال 6. طيب لو حبينا نرجع بقى، نرجع الطريق من الناحية التانية ونقول 24 divide 4 يبقى الانسر بتاعتي 6. موضوع سهل وبسيط، فكر في التايم تيبل تقدر تحل الديفايد على طول. طيب لسه احنا في تيبل 4، 4 multiply by كام يدينا 36؟ انا عارف طبعا ان 4 multiply 9 equal 36، ولما ارجع تاني ان 36 divide by 4 يديني 9. طب لو انا سألتك وقلت لك 36 divide 9 يا ترى تطلع كام؟ هتقول لي اكيد 4 يا مستر. هقول لك ليه؟ هتقول لي لان 4 تايم 9 ب 36. يبقى احنا بدأنا نفهم دلوقتي ان الديفايد عكس الملتبلاي، الديفايد عكس الملتبلاي. جميل جدا. طب هنا what multiply by 5 equals 20، في تيبل 5 ايه الرقم اللي عامله ملتبلاي مع ال 5 يديني 20؟ يا مستر طب انا مش حافظ التيبلز. هقول لك يبقى انت كده هتاخد وقت على ما تجرب وتقول 0 time 5 equals 0، 1 time 5 equals 5، 2 time 5 equals 10، 3 time 5 equals 15، 4 time 5 equals 20، وتبقى هي دي اللي احنا بندور عليها. يبقى 4 times 5 equals 20، ولما نرجع نعمل divide divide 20 divide 5 تبقى equals 4. يبقى حفظ التابلز بتسهل عليا جدا. طيب واحدة تانية، what divide what multiply 8 equals 40. 40 برضه لو انت مش حافظ هتجرب وهتقول 0 multiply 8 equals 0، 1 multiply 8 equals 8، 2 multiply 8 16، 3 multiply 8 24، 4 multiply 8 32، 5 multiply 8 equals 40، وتبقى هي دي اللي احنا بندور عليها. يبقى 5 times 8 equals 40، ولما نرجع نعمل divide 40 divide 8 تبقى equals 5. يبقى حفظ التابلز مهم جدا جدا وبسيط جدا في نفس الوقت. طيب 4 times what equal 28، هو كاتب لك الانسر هنا لو انت خدت بالك. يبقى هنا divide 7 يعني 4 times 7 equal 28، و28 divide 7 equals 4. يبقى الديفايد سهلة جدا وبسيطة جدا، هي عكس الملتبلاي، واعيد واكرر تاني عكس الملتبلاي. طيب exercise كمان بيقول لي a piece of land was divided equally among three farmers. يبقى في عندنا قطعة من الأرض divided، بيقول لك اعمل divide اهو، divided equally among three farmers.
If the area of the land was 9 فدانز what is each farmer's share؟ طيب يعني بيقول لي انا عندي قطعة ارض تتوزع على 3 يعني divide 3 يبقى انا هحط 3 بعد علامة الdivide. عرفنا منين؟ لان بيقول لي divide among 3 هتتوزع على 3 يبقى ما تحطليش ال 3 في الاول لان هو بيقول لك اهو divide equally among 3 هتتوزع على 3 احنا هنوزع عليهم ايه؟ هنوزع 9 فدانز يبقى هنحط 9 في الاول ونقول 9 divide 3 يبقى نرجع تاني divide 3 معناها table 3 يبقى تفكر في table 3 يا ترى ايه الرقم اللي في table 3 اعمل له multiply معاها يديني 9 لو انا مش حافظ هقعد اجرب 0 by 3 equal 0 1 by 3 equal 3 2 by 3 equal 6 3 by 3 equal 9 وتبقى دي اللي بندور عليها يبقى 3 times 3 equal 9 ويبقى هنا الانسر بتاعتنا هي 3 يبقى نعيد ونكرر على حفظ التيبلز تاني لان في الدرس الجاي مش هنقعد نعمل نفس الخطوات الدرس اللي جاي على طول ديفايد فهنبدأ نحل على طول انا بجرب معاك هنا عشان احنا لسه بنقول ممكن في ناس لسه ما لحقتش تحفظ التيبلز بس خلاص الامتحانات قربت كلها اسبوع والتاني وتلاقي الامتحان طيب اخر اكسرسايز معانا عشان يبقى خلصنا الليسون ده أسامة بوت a number of books احنا مش عارفين قد ايه number of books يعني عدد الكتب بوت يعني اشترى اخدناها كتير from the family library هو اشترى مجموعة من الكتب من ال library او المكتبة بتاعت العائلة and distribute خدنا كلمة distribute كتير النهاردة يعني divide distribute them equally among his family that consists of 4 members يبقى هو الكتب اللي اشتراها وزعها على 4 من العيلة عنده the share of each member of his family was 3 books يعني كل واحد من العيلة بتاعته أخد 3 books يعني لما يبقوا هم 4 members يعني عندي 4 كده 4 members كده من الفاميلي وكل واحد فيهم هياخد 3 يا ترى أنا بيقول لي بقى the number of books أسامة bought يا ترى الكتب اللي أسامة اشتراها كانت كام؟ دي مسألة multiply سهلة جدا 3 و 3 و 3 و 3 يبقى أنا what is repeating 3 how many times 4 وتبقى 3 times 4 equals 12 طب افرض عايزين نعملها divide يبقى هنبدأ من الآخر من ال 12 يبقى 12 divide 4 عايزك تفكر لحظة كده بكام؟ ولو قلت لك 12 divide 3 عايزك تفكر لحظة كده بكام 12 divide 4 يبقى أكيد هي ب 3 والعكس 12 divide 3 يبقى أكيد الانسر 4 يبقى زي ما احنا شايفين ان الملتبلاي عكس الديفايد الملتبلاي بجيب برودكت بشوف الانسر بتاعته كام لكن في الديفايد ببدأ بالبرودكت ببدأ بي وبيتغير اسمه بس هنشوف اسمه المرة الجاية ما تستعجلش يبقى احنا كده عرفنا الميننج اوف ديفيجن عرفنا معنى علامه الديفيجن وقلنا ان الديفايد هي عكس الملتبلاي اكتب التيبلز بتاعتك كويس وراجع عليها كل يوم ولو انت محتاج اكسرسايز زياده او حاجه عرفني وانا انزل لك شيتس جديده سي يو نيكست ليسون فيري نايس Now you know what the meaning of divide. دلوقتي انت عرفت يعني ايه divide. بس لسه الموضوع شوية محتاج تمارين كتير. So محتاجين الدرس الجاي نراجع على اللي احنا خدناه النهاردة ونبدأ على طول نحل في الديفيجن. So I'm waiting to see you in the next lesson. Stay tuned. See you next time.